وياكم باسل حداد ريل استيت في تورنتو وضواحيها. اليوم طبعا نوينا انه نغير طريقه التسجيل، سويناها طريقه التسجيل اليوم بالكاميرا. مشكور الاخ فارس من الجاليه انه قال كافي سجل بالسياره والناس ما اعترضت انه لا يصير حادث او شيء، فسويناها شويه طريقه اكثر بروفيشنال. طبعا اشكر فارس من الجاليه، اشكر الجي تي اي العراقي اللي يعرضون همنا افلامي، وشكر خاص الاخوان العراقيون في كندا البيج اللي نزل اكثر الافلام والنقاشات اللي صارت والمسجات من عندهم. مشكورين جميعا، وجميع اللي سوى شير للافلام الموجوده عندي اللي صارت يعني اوفر 250 شير. كل فيلم دي يصير مو لايك قصدي او تعليق بس، لا شير. شكرا جميع، والله يعني سيدي ينتظرون الحلقه ساعات سوايد ويشوف احد نزلها احد نزلها، بس اعتمد على اخ فارس انه ان شاء الله باكر يسوي المونتاج مالها وتنزل. اليوم حنحكي عدة مواضيع، حنحكي المواضيع المهم كلش. جاوبيني جماعة يقولي لي ها السوق نزل 2.2%، طبعا ما قروها المعلومات شوية غلط، السوق ما نزل 2.2. حقولكم شنو هاي 2.2% نزل، بس قبلها أنا جايب تقريبا واحد من الناشنال بوست اللي هو موجود معروف انه تقارير من الترب حتكون. أقولكم الصعود في تورنتو وضواحيها شقد. الصعود من جانيوري الى جانيوري يعني سنه كامله 2013 الى جانيوري 2014 الصعود كان 5.8%. هاي مو بس من الشقق، هاي اقول لكم البيوت والشقق كلها موجوده تقارير 5.8%، يعني خلينا نقول 6% الا شويه فرق. هذا جانيوري. عندك الجانيوري اللي صار فرق هذا الشهر، مو انه هسه احكي لكم سنه كامله، لا شهر واحد 0.5% تورنتو وضواحيها صاعده نسبه كبيره كلش. كلهم قبل سنتين قالوا بينتظرون الماركت دي ينزل، الناس ما تبيع الناس ما تشتري، يخافون ودي يصعد ودي يصعد ودي يصعد، ها والله حصير بابل، لا لا بابل صارت ولا كل شيء ما صار، الماركت حيبقى يصعد. قلتها بحلقات قبل، ما وصلنا لا السوق من نيويورك منهاتي ولا وصلنا السوق طوكيو ولا حتى السوق دلهي ولا اي مكان، بعدنا ترى احنا نص سعرهم واصلين، ولا لندن انجلترا واصلين نص سعرهم معروفه، وفانكوفر بعد حاليا في صعود حتى اكثر من هنا، هاي موجوده بالتقارير همينه. اجي احكي لكم على 2.2% اللي هي موجوده بالترب. شنو 2.2%؟ 2.2% اللي نزلت هي كميه البيوت اللي انباعت هذا جانيوري عن العام جانيوري، يعني هاي 2.2 نزلت البيوت اللي انباعت 2.2% كانت كميتها اقل. بس خلي أقول لكم ليه صار 2.2%. موجودة يقول لك العرض من البيوت بجانيوري 2014 على 2013 نسبة العرض قلت 16.6%، يعني 16.6% نزلت العرض عن جانيوري العام. شو راح تنباع بيوت؟ يعني ماكو عرض، بس البيوت صاعدة جانيوري عن جانيوري العام 0.5%. ليش؟ انت من يكون ماكو بيوت معروضة يما تقولي شوان يصير البيع، يعني زين قل بس 2.2%. هس الكل دي يحجون بالماركت، خبراء من الماركت يقول لك لازم، مو انا دا احجيها من عندي، انا مو خبير الماركت، اكو اقتصاديين خاصين موجودين يحجوها، يقول لك هالحالة انه خايفين انه لا يصير صعدة كلش قوية بالماركت، لان ماكو نسبة عرض، يعني تقراها انت نسبة العروض ماكو، ولهذا انه البيوت نزل مو سعرها، نزل الكمية مبيع مالها 2.2%. صدقوني 16.6 فالنسبة كل بالمية كلش نسبة كبيرة، انه ماكو هواية ناس ما تريد تبيع، يعني هواية ناس تقول ما اريد ابيع هسه ماكو، وهواية ناس تشتري. اعتقد خبراء حسب ما يحجون انه حيصير بها ملتيبل اوفر بعد شهر او شهرين او غيرها، الله اعلم. بس لا حد لا يخاف يقول لي بابل وما بابل حترتفع، يا اخي حتى لو صار عندنا نزول، حتى لو صار نزول في أسوأ الاحتمالات، زين النزول من يصير هو ايش قد يطول؟ سنه سنتين، بس تذكروا ايش قد كان اسعار البيوت وايش قد كان اسعار البيت. المشتري انت يا قبل 10 سنين حبيبي، انت قبل 10 سنين اشتريت بيت، بيش يا قبل 10 سنين بيش اليوم بيتك؟ لا تقول لي ارتفع بالمية 100%، يعني ماخذ 200 صار 400، لا او 200 صار 500، احسبها 10 سنين ايش قد صارت.
ما نحكي على قبل 30 و40 يعني هذا مرتفع له في 20 وفي 30 او اكثر. دائما اقولها يعني انفستمنت في اي مكان، احنا مو اليوم بنناقش موضوع الانفستمنت بس نناقش موضوع الشراء وبيع البيوت. في اي مكان انفستمنت هو انت ربحان 100%، ما بيها روح على القاضي، انت ربحان. اذا عندك فلوس زايده لا تخليها بالبنك، فلوسك باكر هي ورق ما حتسوى شيء. اشتري بها ملك، اشتري بها قاع، اشتري بها اي شيء كوميرشال يونت تخليه وتاجره، اي شيء خاص بالانفستمنت. انا اشوف هسه بالداون تاون او غيرها أو باي فواحيها البري كونستراكشن كوندو اللي يسجلون عليها شوفوها باعوها، اكو هسه حتنزل عماره ون يوركفيل ستريت، ون يوركفيل ستريت يعني يانج يوركفيل، اشجع واحد ياخذها ما حد ينفتح يمكن بعد اسبوع اسبوعين اللي يحب يخابرني عليها موجوده. اكو 2221 يانج ستريت، يانج وإجلنتون، يا اخي يانج وإجلنتون تعرفون شنو هذا؟ حيصير مثل التايم سكوير بنيويورك، حيصير الإجلنتون سكوير صارفين عليه ما اعرف كم 10 مليون حتى يصير مثل التايم سكوير بنيويورك. يانج وإجلنتون مو بس انه حتكون قويه تشترون بيها ككوندو او كشقه، بس بيها ما عدا انه السبوي هناك اكو ال ال ار تي اللي هو يربط صار بين المطار والميد تاون يعني داون تاون عن طريق يانج وإجلنتون، يطلع للمطار ومن جهه الاخرى الايس يوصل هذه المحطه توصل الى ماركام اللي بكان الاخ الهاربر اللي هي موجوده على الماي على الليك شور. يا اخي باع العمارات عماره اسمها هاربر بلازا سالوا عليها، همينا بعدها الفي اي بي سيل عندي انا بيها في اي بي همينا ابيع بيها. اكو بالداونتاون داونتاون اليانجو ريتش ياكو يانجو كينج كل هاي قريبه على السبوي، اي عماره قريبه على السبوي خذها لان ماكو هناك يستعملون سياره ما تحتاج حتى تاخذ بيها باركينج، لان احنا باركينج نعرفها بالداونتاون من تشتري ويا العماره ويا الشقه مالتك مو ويا العماره ويا الشقه سعره 60 70000 اليوم سعره 70000 الباركينج في از نوت ورث تو باي لان كلهم هناك يروحون يجون يعني بالباصات والغيرها. الشقه اللي تاخذها ترى ما تزيد سعرها عن 350 360000 ام الغرفه، مو تاخذ يوم غرفتين ثلاث يوم مو تعيش بيها، تاخذها انت انفستمنت. اشجعني على الانفستمنت حتى مو شقق تاخذ، خذ بيوت اي شيء اذا اكو فلوس اكو امكانيه ياخذها. انت اذا قاعد ايجار يا اخي انت قاعد ايجار قاعد تدفع لك 1200 1300 بالشقه، حولها مورجج سويها حتدفع لك 1300 يمكن نفس الفلوس حتدفعها انت بالشقه، اذا تاخذ لك شقه ب 300000 شقه تبيها تدفع من عندها 5% او 10% حصير المورجج عليك من 260000 260000 المورجج مالتها هي 1150 دولار مثل ما قلتها بالمورجج حكيتها على كل 100000 المورجج 450 دولار ويا المينتننس ويا غيرها ويا غيرها ويا غيرها حصير عليك 1300 1400 بكام تدفع انت ايجار 1300 قاعد تروح هيك بالشط انت الشقه مالتك بعد 22 سنه انت تملكها حلوه ومع ده انه انت قاعد تدفع المورجج مالها هي في صعود يصير نزول ماكو مكان ما يصير بيه نزول بالعالم شو وقت ما نعرف ما حد لا اني ولا غيري ولا اي خبير يقول لك انا شو وقت اعرف يصير بيه النزول بس حتى لو صار نزول اكبر نزول ايش قد طول سنتين ثلاثه بالتسعين كلهم يحكون هاي تورنتو نزل بالتسعين اوكي البيت كان سعره 400000 بالتسعين نفرض نزل صار 250 انباع بالنزول بالتسعين 91 92 94 تقدر تقول لي هذا ابو البيت ابو 400 واللي اخذته 250000 بالنزول من صار نزلت 50% البيوت او 40%، تقدر تقول لي اليوم ايش قد سعر البيت؟ خليني اعطيكم سعره، هاي البيوت خليني اقول عليها لما 400000 كان مسساجا رود في مسساجا، البيت 400000 انباع 250000، نفس البيت هاليوم معروف اوفر 2.5 مليون. هاي ترى بالتسعين من صار نزول والناس فزت وقامت تبيع ومن يسمعون حتنزل شوف كلها تصير عبالك كولية الكل تبز تبيع تخص خلي فلوسها بالبنك على كيفكم شوية على كيفكم خلي فلوسكم هي اسمها انفستمنت هو البيت مالك انفستمنت دائما نحكيه احنا 10 15 20 years هذا موجود الانفستمنت صار يقولوا لي شقق الداون تاون حتنزل لا ما حتنزل انا حكيتها هي كنت مبني 17000 شقه ويدخلون 35000 واحد ومع ذا مقلبه كانوا يروحون هنا ويعيشون بالداون تاون او حتى اي مكان ما حد نزل كندا يجي بيها بكل العالم ايميجرانت 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 شوفونا احنا كلنا ايميجرانت هنا ولي حد اليوم كندا من البلدان النمبر احسن خمس بلدان اللي يجون بيها ايميجرانت وين حيعيشون الناس وين حتعيش لازم حد يشتري صدقوني معلومات اي معلومات تريدون خابروني وانا حجاوبكم عليها